مع شركة أريدو، اللي نأكد مرة أخرى باللي راهي شريك وفي للهلال الأحمر الجزائري ومساهم قوي في جميع العمليات التضامنية للهلال الأحمر الجزائري. اليوم رانا جينا باش نتلقاو هذه الهبات التضامنية اللي نتمناو تتبعها هبات أخرى، ونتمناو من المؤسسات كذلك الأخرى أنها تحدو حدو شركة أريدو اللي ساهمت مع الهلال الأحمر الجزائري. ارتأت مؤسسة أريدو منذ المهلة الأولى للانضمام إلى الهبة التضامنية التي أطلقها الهلال الأحمر الجزائري لإغاثة إخواتنا وأخواتنا في غزة الذين يعيشون أزمة إنسانية لا مثيل لها. وها نحن اليوم سنقوم بتسليم هذه المعونات للهلال الأحمر الجزائري الذي سيتكفل بدوره لإيصالها لإخواتنا في قطاع غزة. قمنا بإذن بعملية تتمثل في مساعدة مالية من المؤسسة، اقتنينا من خلالها بعض المستلزمات مثل الخيم اللي راح نشوفوها يعني خارج المؤسسة، وكذلك بعض الأكياس النوم يعني لساك دو كوشاج، ومصابيح يدوية ورأسية دي لامب تورشي فرونتال. هذه يعني مستلزمات يحتاجها يعني الشعب الفلسطيني. كذلك في عملية قام بها العمال المؤسسة، مساعدات يعني دعم من العمال تتمثل كما شفتوا الآن هنا في أفرشة وأغطية، أدوات يعني مستلزمات أولية للعائلات الفلسطينية، وكذلك ملابس وأدوية صيدلانية وشبه صيدلانية. هذه مبادرة لنصرة أهلنا في فلسطين، وأهم شيء في هذه المبادرة أنها أتت من زملائي وموظفين شركة أريدو، فكانت مبادرة فردية منهم بمساعدة الهلال الأحمر الجزائري لنصرة أهلنا المظلومين في فلسطين وغزة.